أهلا بكم. يبدو أن التصعيد مستمر في المنطقة حتى وإن خفت حدته. إذا أعلن العراق السبت عن سقوط ضحايا ومصابين في قاعدة كرسو العسكرية بمحافظة بابل جراء ما قيل إنه انفجار ناتج عن قصف أو هجوم بطائرات مسيرة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عما حدث حتى الآن. تضم القاعدة عناصر من الحشد الشعبي، ولم يحدد المسؤولون العسكريون في العراق الجهة التي تقف وراء القصف الجوي لقاعدة كرسو، كما لم تحدد ما إذا كانت الضربة قد شنت بطائرة مسيرة أم لا. في ذات الأثناء أكدت فصائل عراقية مسلحة استهدافها فجر السبت لهدف حيوي في إيلات جنوب إسرائيل في هجوم بطائرات مسيرة. أضافت هذه الفصائل أن الاستهداف جاء ردا على الهجمات الإسرائيلية تجاه المدنيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى انتهاك القوات الإسرائيلية للسيادة العراقية في استهداف معسكرات الحشد الشعبي. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جامبيير إن واشنطن ليس لديها تعليق على التقارير عن هجمات إسرائيلية في إيران الليلة الماضية، ورفض التعليق من واشنطن يتزامن مع أنباء صحفية أشارت إلى أن البيت الأبيض وجه المسؤولين من البنتاغون ووزارات الخارجية ووكالات الاستخبارات بالتزام الصمت بشأن الهجوم الإسرائيلي لإيران. من جدة ينضم إلينا عبر خدمة سكايب رئيس مركز الخليج للأبحاث دكتور عبد العزيز بن صقر. أهلا بك دكتور. هل الهجمات برأيك الهجمات على الفصائل العراقية تابعة للرد الإسرائيلي على إيران، أم أنها بداية لتصفية هذه الميليشيات في المنطقة التابعة لإيران؟ مساء الخير لك أستاذ فرح ولمشاهدين الإخبارية في كل مكان. يبدو أن هنالك استراتيجيتين مختلفة. الدرجة الأولى، إسرائيل طبيعتها أن لا تعترف وأن لا تنكر، هي لا تعترف بأنها قامت بالعمليات ولا تنكر أنها لم تقم بها، ولذلك نسميها الامبيجوسيتي، الغموض. أما إيران لو اعترفت بهذه الضربة فإنه يستوجب عليها الرد، فهي لذلك لم ترغب في الاعتراف بهذه الضربة التي تمت على منشآت الدفاع الجوي والرادارات الS-300 الروسية في أصفهان، والتي تقوم بحماية المنشآت الخاصة بمفاعل ناتاز. بالنسبة للضربة في العراق، أنا اعتقادي هذه القاعدة كاسلو اللي هي 50 كيلو جنوب بغداد تقريبا تقع، هي كانت لأنه هذه القاعدة استخدم فيها قضيتين أساسية. أولا هي مقر لقيادة الحشد الشعبي أو قيادة الأركان في الحشد الشعبي، ونحن نعلم أن قائد الأركان في الحشد الشعبي في يوم القدس في إيران قال إننا نتلقى أوامرنا من المرشد الأعلى في إيران، فهو يعترف بقيادة الحشد الشعبي ليس للسلطة العراقية وإنما لسلطة المرشد الأعلى في إيران. فهذه القاعدة حينما تنطلق منها الأوامر والقرارات وحينما تنطلق بها مستودعات كبيرة جدا. هل أطلقت على القاعدة من صواريخ من قرب الحدود السورية على طائرات محمولة أو بدرون أو كذا؟ ما يفرق، هو المهم أنه صار فيه اعتداء، والاعتداء طبعا في أيا كان نوعه وطبيعته على بلد هو مرفوض، يعني بغض النظر عن الأسلوب والطريقة والسبب، فهذا هنالك رفض أساسي لهذا تدخل واعتداء على دولة. إنما هو السؤال الذي يطرح نفسه أنه كيف سوف تتجه إسرائيل في المرحلة القادمة، يعني بمعنى انه هل هي سوف كان يعني مررنا بمراحل مختلفه في السابق دون استخدام القدره العسكريه، انا كنت اسميها الحرب المخابراتيه بمعنى استهداف شخصيات. العمل الاسرائيلي اللي تم على القنصليه الايرانيه في سوريا هو كان استهداف لقياده الحرس الثوري الايراني الموجود في سوريا والذي كان يخطط لمعظم العمليات. بهذه الضربة تم إنهاء القيادة الحقيقية للحرس الثوري اللي كان موجود في سوريا والذي يخطط لكثير من العمليات في تلك المنطقة. سوف نشهد أن إسرائيل المرحلة القادمة راح تتجه إلى لبنان وسوريا التركيز عليها والعراق، ولكن بضربات محددة، بمعنى أنها ليست حرب شمولية، هي لن تطلق حرب شاملة، هي سوف تقوم بتحديد أهداف أساسية
يعني وتقوم بعمليات محددة على هذه الأهداف حسب تقديراتها للمخاطر التي تأتي من هذه الأهداف وهذه المواقع. طيب هذه الضربات المحدودة دكتور عبد العزيز، هل تمنع اتساع رقعة التصعيد؟ أيضا حالة الغموض التي أشرت إليها قبل قليل، استمرار أمريكا في نفي التورط في أي هجوم على إسرائيل أو القصف هنا وهناك، واستمرار عدم التبني من قبل إسرائيل لأي عملية، هل يسهم في نزع فتيل التوتر أو عدم اتساع رقعة التصعيد؟ لا، أنا ما أعتقد أن التوتر راح ينتزع فتيلته، التوتر راح يظل موجود لأن إسرائيل لن تخفف من أهدافها. عشان كذا أنا قلت أن المرحلة القادمة التركيز راح يكون على سوريا ولبنان بدرجة أكبر، وإسرائيل راح تدخل في أراضي لبنانية وراح توجه عمليات يعني ليست بسيطة في لبنان، هي استهدفت قيادات مهمة في لبنان في حزب الله وأيضا في سوريا وأيضا لإيران. إنما ما نشهده اليوم هو بداية أفول النفوذ الإيراني في منطقة الشام العربي على فكرة، وأنا اعتقادي هذه يعني سوف نشهدها قريبا تتراجع، لأنه الضربة اللي وجهتها إيران والتي اعتبرتها حق من حقوقها بالرد على الاعتداء اللي تم على القنصلية في دمشق أعطى إسرائيل أشياء مهمة. أولا أعطاها المبرر والمشروعية في استخدام الرد والطريقة والأسلوب، أيضا كشف القدرات الإيرانية وحجمها وتورطها، وأيضا كشف الجهات التي تتعاطف مع إيران والميليشيات التي تستخدمها إيران في تنفيذ التصعيد اللي ممكن يكون في المنطقة. نحن لا نتدخل في أي دولة من ناحية قرارها في كيف تدافع عن نفسها وطريقتها، وإنما نحلل الموقف الذي حدث. هذا الرد الإيراني أعطى المبرر اليوم في الكونغرس الأمريكي لمنح إسرائيل 26 مليار دولار مساعدات، وأعطى المبرر لدول غربية أن تقف مع 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 إسرائيل هذا الموقف اللي هي يعني كانت تطالب به من أول، وأعطاها الحجة والمشروعية في أنها تنفذ عملياتها. لكن لا يوجد توجه في حرب شمولية بشكل عام، أنا رأيي الشخصي أنه لا يوجد حرب شمولية أو حرب واسعة، وإنما أهداف محددة تؤدي النتيجة. دكتور عفوا، يعني الميليشيات تصرفت بشكل منفرد أو ما تسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق لم تنتظر نتائج التحقيق الرسمية، تقول أنها استهدفت هدفا في إيلات وذلك ردا على المجازر الصهيونية بحق الفلسطينيين، لكن العدوان الإسرائيلي مستمر منذ 7 أشهر، وهي هذه الفصائل أوقفت أي هجوم أو استهدافات حتى في المنطقة للقواعد الأمريكية أو للمصالح الإسرائيلية منذ أشهر. موضوع اصطناع البطولات الوهمية في الرد أو دعم الأجوف للفلسطينيين، هل تعتقد بأن ذلك يساهم في الإبقاء على هذه الفصائل؟ يعني أنا اعتقادي أنه كون ما سمي بالمقاومة الإسلامية ضمن الحشد الشعبي، وإحنا استمعنا لتصريحات أبو الولاء الولائي اللي يعني قال أنه راح يستمرون في عملياتهم، هنا نقطة مهمة جدا، وهو أنه أولا اختيار إيلات حتى لا تمر عبر الأراضي الفلسطينية. طبعا النقطة الثانية المهمة أنه إيران في عملياتها اللي نفذتها كان هنالك 3 قواعد عسكرية حسب اعترافات الصحافة الإسرائيلية، بما في ذلك القرب من مفاعل النووي الإسرائيلي. هي خرقت قواعد اللعبة هنا، هي أعطت مبرر الآن لإسرائيل للرد بالضرب على المفاعلات أو القدرات النووية الإيرانية، فلذلك نسميها يعني rules of engagement اللي كانت يفترض أنها تكون موجودة صار فيها إما يعني عبثا أو يعني بقصد أو بغير قصد. بعدين في نقطة على فكرة حبيت أنوع عنها، الولايات المتحدة الأمريكية قدرتها في استخدام في المنظومة الجديدة اللي خلقتها باستخدام ال 15 ساتلايت مع منظومة تعطيل الصواريخ من لحظة إطلاقها في أماكنها أو ضربها في الأجواء، هذه قدرات عالية جدا بدأت في نوفمبر 2023، وربما هذه المرة الأولى اللي استخدمتها الولايات المتحدة في هذه العمليات التي تمت أخيرا. لكن أي جماعات خارجة، ولذلك هو في العراق يعني من أخطر الأشياء الموجودة أن رئيس الوزراء العراقي في زيارة لأمريكا يأخذ الحشد الشعبي قراره بنفسه، هو يطلق ما يريد من صواريخ، هو يجعل العراق ساحة جديدة للصراعات لأطراف ثانية ويسمح بتدخلات
وبظروف أمنية شديدة الخطورة. طيب سؤال متابع، ماذا عن توقيت الضربة في العراق؟ رئيس الوزراء موجود في الولايات المتحدة، هل يعجل هذا بخروج القوات الأمريكية أم يطيل أمد بقائها في العراق؟ أولا خلينا نشوف كمصلحة الشعب العراقي، هل الشعب العراقي له مصلحة في بقاء وجود القوات الأمريكية؟ أنا رأيي الشخصي أنه إلى حد ما نعم له مصلحة إذا أحسن استخدام وجود هذه القوات من ناحية التدريب والتأهيل وبناء القدرات، فهذا يخدم. أما بالنسبة لإيران لا يوجد لها مصلحة في وجود القوات الأمريكية، ولذلك هي من يضغط على يعني باستخدام أذرعها في العراق لخروج هذه القوات. أنا ما أعتقد أن القوات الأمريكية سوف تخرج، يمكن يكون في إعادة تموضع، لأن الوجود بالنسبة له وجود استراتيجي وليس وجود عبثي أو إنساني أو لمساعدات أو الكذا. لكن على كل يعني إذا أحسن استخدام هذه العلاقة والعلاقة الدفاعية ما بين العراق والولايات المتحدة ممكن أن تخدم مصلحة الأمن العراقي. إذا ما أحسن استخدامها وكان هنالك اعتداءات مستمرة عليها ووضعها فهذا يستمر. على فكرة أنا لما ذكرت أول أن إسرائيل لا تعترف، إسرائيل ضربت المفاعل النووي في العراق في 81، العام الماضي فقط هي اعترفت بهذا الشيء بعد مرور أكثر من 42 سنة تقريبا أو 43 سنة اعترفت أنها قامت بضرب المفاعل النووي في العراق في ذلك الوقت. فعلى كل الملاحظ الآن هو أنه لا يوجد توجه إلى لا رغبة أمريكية ولا إرادة أمريكية في حرب شمولية واضحة. أمريكا تحاول تنأى بنفسها، وإحنا استمعنا بالأمس إلى المتحدثة في البيت الأبيض التي طلبت عدم سؤالها وقالت أنه لا يوجد لديها جواب بأي شكل من الأشكال على هذا الموضوع. ولكن بالمقابل إيران يظهر قائد الدفاع الجوي ويدعي بأن الدفاعات الجوية الإيرانية حمت. الصور على أرض الواقع وصور الستلايت والمعلومات من الفيلد انتليجنس المواقع المحلية من على الأرض أكدت بأن هنالك تم ضرب لقدرات الدفاع الجوي. فربما هذه الخطوة الاستباقية الأولى لإسرائيل، لأن إسرائيل أرادت أن تمتحن قدرات الدفاع الجوي الإسرائيلية الإيرانية فيما لو استطاعت أن تعبر وأن تصل إلى هذه الأماكن وتشوف ردة الفعل التي يمكن أن تكون من الجانب الإيراني. طالما ما كان هنالك قدرات في الرد وهي استطاعت، هي استخدمت طائرات F-35 اللي هي الشبح اللي يعني ما يراها الرادار، وهو أيضا امتحان لقدرات الرادار الإيرانية وقدرة الدفاع الجوي في الرد، وتستخدم النظام الروسي في هذا. لكن هل تعتقد بأنه إيران قالت صراحة بأنه الموضوع انتهى، لم تحصل خسائر، وبالتالي عودة الطرفين إلى قواعد الاشتباك أو قواعد اللعبة بينهما، إيران تهاجم عبر وكلائها وإسرائيل ستقصف بشكل أكبر في سوريا خلال المرحلة القادمة؟ أنا في اعتقادي حتستمر كل الثلاثة أوضاع، حتستمر الحرب المخابراتية استهداف الأشخاص وتصفياتهم من ناحية القيادات، حيستمر عمليات المحددة في الضربات اللي راح تكون موجودة. إيران بشكل عام إذا كانت الضربة مباشرة سوف ترد مباشر لأنها لا تستطيع أن تخفيها، ولكن هي اختارت في هذه المرة حتى لا تتورط وتعتبر أنه ما تم أنها لا تتحدث كثيرا عن ما حدث في أصفهان وما تم، واعتبرت أنها لعبة أو لونا بارك أو نزهة أو يعني لعب أطفال حسب ما تمت التصريحات الإيرانية بهذا الشكل. لكن العمليات سوف تستمر والتوسع سوف يكون موجود ويجب الحذر هنا، ولذلك هذا يضع المنطقة بشكل عام على مر يعني وضع يعني حذر جدا وانتباه شديد، لأنه يعني إذا بقيت محدودة بين الأطراف هذه ما في مشكلة، المشكلة أن لا تتوسع بإدخال أطراف أخرى. دائما كانت المصلحة الإسرائيلية هو إدخال الولايات المتحدة الأمريكية طرف في هذا، والولايات المتحدة تمكنت من أنها تحجم هذا الجانب حتى لا تدخل طرف. ولكن لو إيران أرادت أن توسع بتوجيه ضربات إلى أطراف أخرى في المنطقة خلاف الجانب الإسرائيلي بناء على الضربات اللي راح تتلقاها في سوريا، يعني في السابق لم تكن تعترف إيران بالضربات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية في سوريا، ولم تكن إسرائيل تعترف بهذه الضربات اللي موجودة، وكان وأصبح اليوم مقبول لدى روسيا المتواجدة على الأرض في سوريا وللمجتمع الدولي الضربات التي تقوم بها إسرائيل على الوجود الإيراني في سوريا. ولذلك أنا قلت أنه الوجود الإيراني بدأ يضعف
وهذه بداية تراجع له من لبنان وسوريا والعراق، رح يأخذ وقت، ولكن طيب. هذه بداية الاندحار والانسحاب من هذه المنطقة. كل هذه التطورات وبشكل مختصر انت كرمت دكتور، كيف تساعد الإسرائيليين في عملية اقتحام رفح وتوسيع العمليات أصلا في قطاع غزة وغيرها؟ أنا مع الأسف الشديد يعني طالما أن المجتمع الدولي ما زال يقف مع إسرائيل ولا يوجد عقاب ولا يوجد مواقف دولية ولا يوجد يعني أبسط القرارات، الموقف المدعوم عربيا وتقدمت به الجزائر الاعتراف ب يعني فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة يواجه بفيتو أمريكي، هذا يؤكد على استمرار الدعم الأمريكي والظلم والطغيان الإسرائيلي الذي يحدث. مع الأسف يعني رح نرى العمليات في رفح تستمر ولن توقف في هذه المرحلة، لأنه لا يوجد من يردع هذه القوة ولا يوجد من يقف أمامها بشكل حقيقي. وانصراف إعلامي أصلا للتغطيات لما حصل بالتأكيد التغطيات اللي حصل هي بين الإيرانيين والإسرائيليين صرفت النظر، يعني في مرحلة كنا قريبين جدا من حشد دولي رهيب، المملكة قادت للأمانة يعني أكبر جهد دبلوماسي سياسي دولي في العالم لهذا الأمر، ولكن ما حدث من تشتيت ولفت الانتباه وإيجاد تعاطف شكلي يعني تعاطف مع إسرائيل من قبل بعض الدول الغربية وكذا يعني صرف الانتباه عن الموضوع الأساسي وما يحدث في غزة. اليوم وصلنا أكثر من 33 ألف شهيد بخلاف للجرحى، ووضع يعني مع الأسف الشديد مأساوي. وزير الخارجية السعودي يؤكد بأنه نحن أمام وضع مأساوي إنساني ومجاعة في غزة، وأنه عدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية كارثة يعني كبرى. فهو المجتمع الدولي مع الأسف هنالك يعني حالة خذلان، يعني خذلان شديدة. نعم أنا كنت يعني أبحث عن الكلمة، هو خذلان شديد من قراره ومواقفه. نعم شكرا جزيلا لك دكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، كنت معنا من جدة.